رئيس الوزراء يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون المشترك. طائرة مساعدات مصرية جديدة تتوجه اليوم إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الإغاثي. الولايات المتحدة تنتقد الدول التي عرقلت قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران، وطهران ترحب بقرار المجلس وتعتبره دليل على عزلة واشنطن. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرانيتش. نشرة إخبارية شاملة تأتيكم من النيل، مرحبا بكم. غادر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي القاهرة متجها إلى السودان في زيارة رسمية على رأس وفد رفيع المستوى يضم عددا من الوزراء، وذلك لبحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، بما في ذلك ملف سد النهضة. يعقد الجانبان المصري والسوداني برئاسة رئيسي وزراء البلدين جلسة مشاورات موسعة تتناول أوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، كما أنه من المقرر أن يلتقي مدبولي خلال الزيارة قيادات مجلس السيادة الدولي السوداني. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان. كانت طائرة نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال توجهت للسودان في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة. في إطار تضامن مصر مع الأشقاء الأفارقة، وبتوجيهات من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتقديم المعاونة للأشقاء في جمهورية السودان، أقلعت طائرة نقل عسكريتان على متنهما كميات كبيرة من المواد الغذائية وألبان الأطفال مقدمة من جمهورية مصر العربية لجمهورية السودان الشقيقة. تأتي تلك المساعدات تأكيدا لدور مصر الرائد تجاه الأشقاء الأفارقة، وترسيخا لعلاقات التعاون والروابط التاريخية التي تجمع مصر بدول القارة السمراء. من جانبه قدم الجانب السوداني الشكر والتقدير للقيادة المصرية التي دائما ما تقف إلى جوار دول العالم فيما تمر به من كوارث وأزمات. طبعا كل الدعم والتقدير للحكومة المصرية والشعب المصري على هذا التعاون في الفترة الحرجة اللي قاعد يمر بها العالم، وده امتداد لعلاقات تاريخية راسخة ومتميزة، نتمنى إن هي تتواصل بالعلاقة بين الشعبين وبين البلدين وبين الحكومتين للوصول لمرحلة تكامل وتعاون كامل. بنرحب بالطائرتين المصريتين وبنشكر الحكومة المصرية عليهم، وبننظر لده في إطار علاقات الأخوة المستمرة والممتدة بين البلدين. شكرا للشعب المصري، ونحن معكم كما أنتم معنا، وشكرا جزيلا. حقيقة اليوم استقبلنا الجسر الجوي الثاني من الإخوة في جمهورية مصر العربية، الذين ظلوا يمدوا اللجنة العليا للطوارئ الصحية في الخرطوم بكل المعينات المطلوبة ولم يتوانوا يوما، وده بيمثل امتداد طبيعي وتاريخي للعلاقة الممتدة المتجذرة بين السودان ومصر. وما حصل يعني طلبنا
أي طلب ما كان جاء اليوم الثاني. لهم الشكر ولهم التحية، والتحية لحكومة مصر وشعب مصر على هذه الوقفة معنا في هذه الجائحة. أنتهز هذه الفرصة لأحيي حكومة مصر لما قدمته للعالقين المصريين السودانيين كانوا موجودين بمصر. حقيقة كانت معاناة كبيرة، ووجدنا منهم كل دعم وكل تعاون حتى تكلمت عملية عودة آخر عالق بالنجاح. لكم الشكر الجزيل. أعلنت سفارة مصر في لبنان أن 12 طائرة مصرية محملة ب 220 طنا من المساعدات الإغاثية ستصل إلى بيروت ابتداء من اليوم على مدى أسبوعين، وذلك في إطار الجسر الجوي الإغاثي المصري لدعم الشعب اللبناني الشقيق ومساندته في سبيل تجاوز محنة الانفجار المدمر الذي وقع بميناء بيروت البحري. وأكدت السفارة المصرية في العاصمة اللبنانية بيروت أن نخبة من الأطباء والجراحين المصريين سيصلون اليوم للمشاركة في أعمال الإغاثة والإسعاف الطبي اللازمة للجرحى والمصابين جراء الانفجار. هذا وقد شهدت بيروت حراكا دبلوماسيا للإشراف على عملية تسليم مساعدات وإجراء محادثات حول الأزمة السياسية الراهنة التي تمر بها لبنان عقب انفجار المرفأ المروع. في هذا السياق أجرى كل من مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف ووزيرة الجيوش الفرنسية فلورنس بارلي مباحثات موسعة مع عدد من المسؤولين اللبنانيين. في حين لا يزال لبنان يبحث عن مستقبله السياسي، كانت بيروت المنكوبة ساحة سجال سياسي بين الأطراف الفاعلة في المشهد لعدة عقود. وفي مرفأ بيروت، حيث ترسو حاملة الطوافات الفرنسية تونيير، دعت وزير الدفاع الفرنسية الحكومة اللبنانية إلى اتخاذ قرارات وصفتها بالشجاعة بشأن مستقبل البلاد السياسي. كما دعت بارلي بعد لقائها الرئيس ميشيل عون إلى الإسراع بتشكيل حكومة تتولى مهامها لفترة محددة لإجراء إصلاحات عميقة بشكل فعال. وتأتي هذه الدعوة بعد أسبوع من دعوة الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون إلى ميثاق سياسي جديد. دعوة وزيرة الدفاع الفرنسية توافقت مع دعوات أمريكية حملها مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون السياسية ديفيد هيل إلى المسؤولين اللبنانيين، والتي أكدت على استعداد واشنطن دعم حكومة لبنانية تعكس إرادة الشعب وتستجيب لها وتلتزم وتعمل بصدق من أجل تغيير حقيقي. لكن إيران المنافسة التقليدية للغرب والولايات المتحدة كانت لها موقف مغاير. وخلال زيارته للعاصمة بيروت، اعتبر وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف أن الشعب والحكومة اللبنانية يتحملان مسؤولية تشكيل حكومة محايدة، وأنه لا يجب على الآخرين اشتراط تقديم المساعدات بأي تغيير في لبنان، خاصة خلال حالة الطوارئ. ومع تزايد الضغوط الدولية، تواصل القوى السياسية مشاورتها لتسمية رئيس جديد للحكومة، في حين لم يحدد رئيس الجمهورية موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، وذلك بهدف تحضير الأجواء السياسية الملائمة. لكن عائلات الضحايا في انفجار مرفأ بيروت لا يعنيهم السجال السياسي، وطالبوا الدول الأعضاء في مجلس الأمن بإجراء تحقيق مستقل بعد أن فقدوا ثقتهم في المنظومة الأمنية والسياسية الحاكمة في لبنان. أعرب الرئيسان الأمريكي دونالد ترامب والفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي عن قلقهما بشأن تزايد التوتر بين اليونان وتركيا. كانت سفينة حربية يونانية وأخرى تركية قد اصطدمت بمنطقة شرق المتوسط، ووصفت أثينا الواقعة بأنها مجرد حادث في الوقت الذي زعمت فيه أنقرة أنه استفزاز. دور خلاف بين تركيا واليونان بشأن عمليات التنقيب عن النفط والغاز التي تقوم بها تركيا في مياه شرق البحر المتوسط المتنازع عليها. تصاعد التوتر بين الدولتين بعد أن أرسلت تركيا سفينة مسح إلى المنطقة لرسم خرائط بتفاصيل المنطقة التي تجرى بها عمليات التنقيب. نبأ قد يبدو عرضيا وغير مهم، تصادم خفيف أو بالأحرى تلامس بين سفينتين دون أضرار، لكن أن تكون السفينتان حربيتين إحداهما تركية والأخرى يونانية وفي هذا التوقيت فالأمر ولا شك مختلف تماما. ذلك ما كان الكل يخشاه،
فالسفن التركية واليونانية تتحرك في منطقة شرق المتوسط محل النزاع الراهن بين البلدين، وهي على أهبة الاستعداد للاشتباك رغم إعلان حكومتي البلدين أن النزاع يحتاج لحوار هادئ وتسوية سلمية. مصدر في وزارة الدفاع اليونانية أعلن الجمعة أن سفينة حربية يونانية وأخرى تركية اصطدمتا الأربعاء الماضي خلال مواجهة في شرق البحر المتوسط. العلاقات بين الخصمين الإقليميين والحليفتين في الناتو اسما بلغت أدنى مستوياتها بعد أن أرسلت تركيا سفينة أبحاث ترافقها سفن حربية للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي المحتملين في مياه تزعم أثينا أن لها حق سيادة حصري عليها. سفينة المسح التركية أوروج ريس كانت تتحرك بين قبرص وجزيرة كريت قرب عدد من الفرقاطات اليونانية، ويوم الأربعاء اقتربت إحدى هذه الفرقاطات من السفينة التركية. مسؤول وزارة الدفاع اليوناني قال إن الفرقاطة اليونانية قامت بمناورة لتجنب الاصطدام المباشر، وأثناء ذلك لامس قوس مقدمتها مؤخرة الفرقاطة التركية واصفا ما جرى بأنه اصطدام خفيف، غير أن أنقرة اعتبرت ما جرى محاولة اعتداء على سفينتها البحثية. وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن سفينة عسكرية تركية ردت عليهم بطريقة مناسبة وعادوا إلى مرفئهم، مؤكدا أن البحرية التركية لن تقف صامتة إذا تكرر ذلك. وأدى اكتشاف احتياطات غاز ضخمة في شرق المتوسط خلال الأعوام الماضية إلى تصاعد التوتر بين تركيا واليونان الجارتان التي لم تخلو علاقتهما من الأزمات تاريخياً. وتدين أثينا ما تعتبره انتهاكا لمجالها البحري من طرف أنقرة، خاصة بعد أن أرسلت الأخيرة سفينتها البحثية جنوب جزيرة كاستيلو ريزو اليونانية. لكن تركيا ترفض الإقرار بأن هذه الجزيرة الصغيرة التي تبعد كيلومترين فقط عن السواحل التركية وأكثر من 500 كيلومتر عن السواحل اليونانية تحد هامش تحركها. قال عمر غباش مساعد وزير الثقافة والدبلوماسية العامة في دولة الإمارات العربية المتحدة إن بلاده تأمل في أن يؤدي قرارها بتطبيع العلاقات مع إسرائيل إلى تغيير الديناميكيات تجاه ضم الأراضي الفلسطينية. إذا كنا بإعلان استعدادنا إقامة علاقات مع الإسرائيليين والنظر إلى تعميق تلك العلاقات نستطيع تغيير الديناميكيات ضد الضم، فربما كان ذلك في حد ذاته مكسبا. هل لدينا أي شيء واضح وموقع كتابة؟ هذا هو ما نحاول تأسيسه هنا، الدفع باتجاه تغيير العقليات وتغيير التصور على الجانبين وليس الجانب العربي وحده. خطوة مفاجئة وإن رآها البعض خاطئة، فإن أصحابها يؤكدون أنها عملية وتأتي في توقيت مثالي. الإمارات تعلن تطبيع علاقتها مع إسرائيل لتكون أولى دول الخليج العربي التي تقوم بخطوة مماثلة. وبموجب الاتفاق الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، تعهدت إسرائيل بتعليق خططها لضم أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. عمر سيف غباش مساعد وزير الخارجية لشؤون الثقافة والدبلوماسية العامة قال إن بلاده تؤمن بقوة بالقضية الفلسطينية وبحقوق الفلسطينيين، وهو ما دفع الإمارات لاتخاذ تلك الخطوة، لكن وفق قراءة جديدة لمعطيات المنطقة. الإمارات هي أول دولة خليجية تطبع العلاقات بشكل كامل مع إسرائيل في خطوة تأتي في أعقاب مؤشرات على التقارب في السنوات الأخيرة، بينها استقبال فرق رياضية إسرائيلية والسماح لوزراء إسرائيليين بالتحدث في مؤتمرات. الاتفاق يحمل في طياته إلى جانب التبعات الدبلوماسية عدة مزايا اقتصادية، فالإمارات باتت قادرة على القيام بأعمال تجارية علنية مع إسرائيل التي ستتمكن من دخول مدينتي دبي وأبوظبي اللتين تستقطبان المواهب والاستثمارات في عدة قطاعات.
غباش اعتبر أيضا أن الاتفاق يظهر استقلالية أبوظبي الدبلوماسية في منطقة تعصف بها الصراعات. أعلنت مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية لدى مجلس الأمن أن واشنطن ستعمل على إعادة تفعيل كل العقوبات الدولية المفروضة على إيران خلال الأيام المقبلة. في هذا السياق أقدمت واشنطن على مصادرة 4 شحنات وقود إيرانية كانت في طريقها لفنزويلا تبلغ حوالي 1,116,000 برميل من المنتجات البترولية، مما يجعلها أكبر عملية مصادرة أمريكية لوقود إيراني على الإطلاق. كان مجلس الأمن الدولي قد رفض مشروع قرار تقدمت به واشنطن لتمديد حظر السلاح على إيران على أن المفروض على إيران، وهو الأمر الذي رحبت به طهران واعتبرته دليل على أن واشنطن باتت تشهد نوع من العزلة داخل المجلس. قال دكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان المصرية أنه تم بالأمس تسجيل 112 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد إضافة إلى 17 حالة وفاة، كما خرج 968 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من هذا الفيروس إلى 57,858 حالة. يشاع اليوم جثمان الفنانة الكبيرة شويكار والتي كانت قد رحلت بعد صراع قصير مع المرض تاركة إرثا فنيا كبيرا خلد اسمها في تاريخ عظماء الفن العربي. يا شوشو انت يا ستي اللي في البيت يا ربي الرجل اتجنن خلاص. بعدما خلدت اسمها في مجال الفن بأعمال مسرحية وسينمائية بارزة رحلت عن عالمنا الفنانة الكبيرة شويكار بعد صراع مع المرض، حيث نعتها المؤسسات الفنية والثقافية في مصر وكذلك العديد من الفنانين العرب. ولدت شويكار إبراهيم شفيق توب سقال لأب من أصل تركي كان من كبار ملاك الأراضي ومن أعيان محافظة الشرقية. بدأت شويكار مشوارها الفني مطلع الستينات في السينما بأدوار قصيرة ولكن مميزة أمام نجوم كبار مثل أفلام حب الوحيد عام 1960 أمام كمال الشناوي وغرام الأسياد أمام عمر الشريف والزوجة 13 أمام رشدي أباظة. التقت شويكار لأول مرة بالفنان فؤاد المهندس والذي تزوجت منه لاحقا في مسرحية السكرتير الفني التي أخرجها وشارك في تمثيلها عبد المنعم مدبولي. شكلت شويكار بعد ذلك مع المهندس ثنائيا مسرحيا مميزا في ستينات القرن الماضي، فقدما معا مجموعة من الأعمال التي رسخت في وجدان المشاهد المصري والعربي، من بينها أنا وهو وهي، أنا فين وانتي فين، أنا وهي وسمو، حواء الساعة 12، والسكرتير الفني وسيدتي الجميلة. انتقل هذا النجاح من المسرح إلى شاشة السينما فقدما معا أفلام عديدة منها أخطر رجل في العالم، شنب في المصيدة، مطرد غرامية، والعتبة جزاز، وانت اللي قتلت بابايا، حبيبي زازة، العتبة جزاز والسلم نيله في نيله. ومع حلول منتصف السبعينات انتقلت شويكار لمرحلة جديدة برزت فيها موهبتها بشكل أكبر من خلال أدوار مركبة ومختلفة عن الصورة المأخوذة عنها. نالت شويكار العديد من التكريمات والجوائز من مهرجانات ومؤسسات فنية، كان آخرها تكريم المهرجان القومي للمسرح المصري لها في دورته 20 في أكتوبر 2016. رحم الله الفنانة شويكار. في ختام نشرتنا الإخبارية لم يتبقى سوى تذكير بأبرز الأخبار. رئيس الوزراء يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية لبحث ملفات التعاون المشترك. طائرة مساعدات مصرية جديدة تتوجه اليوم إلى لبنان ضمن الجسر الجوي الإغاثي. الولايات المتحدة تنتقد الدول التي عرقلت قرار تمديد حظر الأسلحة على إيران، وطهران ترحب بقرار المجلس وتعتبره دليل على عزلة واشنطن.
ونايل دوت اي جي موقعنا الإلكتروني لمن أراد المزيد. دمتم في أمان الله.